عبد العزيز الصالح مستخدم لدى خدمة الكتاب مدينة الرباط. دونك الأجواء كما كتشوف دابا هذا العام القضية شوية باردة، لي بارون يمكن مازال ما جاوش في الوقيته ديالهم لظروف، كل واحد الظروف ديالو. بالنسبه للكتب المدرسيه الكتب ديال العمومي ما كاينش اي ارتفاع، ما كاين والو. بالنسبه للكتب الميسيون يمكن فيهم شويه ديال الارتفاع طفيف لظروف ديال الظروف خاصه ديال هذا الوقت هذه. وبالنسبه كما قلنا سميتو المكتبات كيعاني من واحد القضيه بان الكتب كيتباعوا يمكن في بعض المدارس اللي كيمارسوا سميتو التجاره في بلاصه المكاتب. داك الشيء علاش كتشوف الاجواء خاويه دابا؟ كاين شي ارتفاع بالنسبه للاثمنه ديال الكتب المطابيع المقررات؟ مقررات ديال العمومي ما كاينش اي ارتفاع، الاثمنه مستقره. كاين شي ارتفاع طفيف في الكتب ديال الميسيون ديال البعثة الفرنسية. واش سبب عدم اقبال ديال الزبائن كيتعلق بارتفاع الاسعار؟ العام اللي استنتجت بان كاين دابا الناس كيتعطوا لا بورس ديفر، دونك كيكون هذاك الشيء كيشري من عند شي، داكشي علاش كيكون الطلب طفيف. داكشي اللي كتشوف دابا ما كاينش بزاف، وكاين اللي كيتسناو حتى الاخر تيدخلوا للمدرسه، كل واحد الظروف ديالو. دابا مع التتابع ديال الاحداث، العيد الكبير، العطله، سميتو كاين اللي كيوخر الشراء حتى لاخر دقيقه. فاش فينا ناحيه من ناحيه كاين الرواج ما كاينش هذا العام، ناقص هذا العام، ناقص الرواج. كما قلت لك الاجواء بارده، ما في هذا الوقيته في العام الفطره ما كتلقاش بلاصه، كتلقى لا كو، كتلقى الناس غادا جايه. دابا الناس كيتسوقوا بروبوزي، ما كاينش كاين تحفظ هذا. بعدا كتلقى مثلا دابا النيفو ديال لي ديكسيونير، شي ديال سميتو المشكل ديال الصحراء مع هذول الكتب المستورده من فرنسا، وهذا الشيء ديال الحقوق الطيف سميتو ما عرفتش لما حيت لحد الان ما شفناش شي ارتيكل ولا شي باج مثلا في شي كتاب فاش كيتعطى لهاد الامور هذه. كديروا مراقبه ديال الكتب يوميا؟ البلاد راه فيها المينيستير ديال لانفورماسيون هما اللي كيشوفوا داك الشيء، والا كان شي حاجه مثلا سترا كيجمعوا في التيران. نتمنى في السنه الدراسيه الجايه ان شاء الله. ايوا دوس في اجواء، وكل واحد اول قراءه للجميع بعدا، وكنتمناو بان الاباء كلهم الله يسهل على الجميع باش الاطفال يدخلوا للمدرسه بكل سرور. كنتمنى واش كاين شي رواج بالنسبه لهاد السنه هذه لاقتناء الكتب المدرسيه؟ هل هناك زبائن؟ شنو اللي تغير العام الاعوام السابقه لهاد العام هذا؟ بالنسبه للرواج هاد السنه كاين شي شويه ديال الروتال، عنده العلاقه التعليم الخصوصي، عنده العلاقه الاغلبيه ديال الناس كلهم موظفين، ربما تيتسنى، وكاين اللي تيتخلص في 25 في الشهر، كاين اللي تيتخلص في 30، كاين اللي تيتخلص في واحد. اذا ربما سبب ديال التاخير ديال هذا الرواج في المكتبات عنده علاقه بالبدايه ديال الشهر. اذا البارح كان شي شويه تحركت القضيه، واليوم كاين رواج شويه، ولكن مازال ما وصلناش داك الشيء اللي كان تيكون في هذه الوقيته في السنه اللي دازت. بالنسبه للاثمنه ديال الكتب المقررات، واش هي اثمنه مناسبه بالنسبه للدرويش؟ بالنسبه للدرويش في الاثمنه، بالنسبه للدفاتير، الدفاتير عندنا لي مارك، الدفتر تيبدا تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال لي موديل اللي كاينين، كاين الرخيص كاع، وكاين اللي تابعوا، كاين تقريبا كما قلت لك عندنا واحد تر 5 في سميتو. ممكن تلقى واحد الدفتر تيدير واحد الثمن اللي ناقص بزاف، هو الكاليتي زعما عادي في المتناول ديال المواطن، ولكن الا بغيتي الكاليتي الحاجه مزيانه ضروري يكون زايد شي شويه في الثمن الاخر. بالنسبه للاثمنه زعما هذه السنه كاين الاثمنه جيده، الاثمنه مزيانه الحمد لله، ما كاينش الغلا، ما كاينش السلعه موفره في جميع المكتبات وجميع لي فورنيسور، كل شيء موفر بالثمن مزيان، ما كاينش الغلا بزاف. كاين كتب اللي باقي ما دخلتش المكاتب؟
كاينين بعض العناوين في سميتو في مقرر التعليم العمومي مازال ما دخلش المكاتب، ولكن هادو كما قلنا ما تيشكلوش زعما شي حاجه شي مشكل ولا شي حاجه، لان كما قلنا هادو تيطلبوا في المؤسسات التعليم الحكومي اللي مازال ما بداوش. والتعليم الخصوصي كان فيهم شي حاجه قليله بالنسبه لبعض المواد، ولكن اللي تيكون فيه المشكل هو المقرر اللي هو الاجنبي اللي تيجي بحال في المثال الانجليزيه والفرنسيه والمات والمواد العلميه بالفرنسيه بحال هادو، لان هادو عندهم العلاقه بالرام اللي تيجي المقرر خص يجي تياخذ الوقت بزاف، ماشي بحال المقرر اللي انتاج ديالو في البلاد هنايا. هذا الا كان فيه الروتال هذا اللي تيدير لنا المشكل، وبعض المؤسسات للاسف التعليم الخصوصي تيطلبوا لبعض المقرر ما كاينش موجود في هذا البلاد، ولا ما عندهمش تنسيق مع الفورنيسور ديالهم اللي هو المستورد باش يجيبوا لهم الكتاب في الوقت، هذا اللي تيشكل خطر. اما بالنسبه للكتاب ديال البلاد هادو ما عندناش المشكل، الا تعطل تيتعطل يومين ثلاث ايام السيمانه تيكون في السوق. هاد الكتب اللي غاليين اللي تيديروا 100 150 درهم 200 درهم 300 درهم لا علاقه لهم بالدرويش، لان الى جينا باش نهضروا على الكتاب تيدير 300 درهم غالي على الدرويش، خصنا نشوفوا هاد الدرويش اللي الا كان تيقري ولده في التعليم الخصوصي كيف يعقل تخلص على واحد التلميذ 800 درهم 900 درهم حتى 1200 درهم في الشهر في التعليم الخصوصي، وغيجي الكتاب ديال 300 درهم يكون غالي عليه. هذا انا بالنسبه ليا الدرويش راه تيقري ولادو في سميتو في التعليم العمومي، وتاخذ المقررات ديالهم من مبادره ملكيه من يوم يحفظها ما تيخلصوا فيهم حتى حاجه. هادو المكتبه ما محتاجاش المراقبه، لان الكتاب سميتو الكتاب المستورد هذا تيجي بالفاكتوره بالثمن ديالو، الكتاب ديال الدوله راه فيه الثمن ديالو، زعما هذا ما عندناش المشكل ديال هاد الاثمنه زعما واش تزيد في شي حاجه ولا تنقص، هذا ما كاينش، لان الاثمنه كاين المنافسه حره، كل واحد كاين اللي تيبيع الكتاب تيربح فيه درهم، كاين اللي تيربح خمسه دراهم، هذه منافسه التجاره حره، ماشي زعما ما كاينش الكتاب اللي فيه الثمن ديالو تيتباع بالثمن ديالو، الكتاب اللي ما فيهش الثمن راه تيجي بالفاكتوره. كل واحد سميتو السيكتور فاش كاين، الا كاين شي واحد في السيكتور اللي ما عندوش الضرائب بزاف، ما عندوش سميتو الكرا غالي، ما عندوش بزاف ديال الحوايج، ممكن يكون هذا نقص على واحد المنطقه اللي عنده الكرا طال على الضرائب طالعين، كل بلاصه وكل منطقه والمستوى ديال الربح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.